وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا هاتفيا الدكتورة إلهام محمود، عضو لجنة التغيرات المناخية بالأمم المتحدة. بعد التحية دكتورة إلهام، يعني تابعنا مثل هذه التصريحات والرسائل لممثلة دولة غانا، والتي يعني تحدثت بشكل وفي وقالت إن يعني دولتها تعرضت لأخطار جسيمة من الفيضانات في بلادها، مما اضطر المواطنين إلى الفرار من بيوتهم على متن قوارب داخل المدن. أعربت أيضا عن خوفها من تفاقم الأمور في بلادها بشأن التغيرات المناخية وتدهور الأحوال بشكل أكبر مما هي عليه الآن، ومؤكدة على أن مصير الدول المستضعفة بسبب التغير المناخي هو الهلاك في هذا العالم. كيف ترى تأثير مثل هذه الرسائل على الدول الغنية والمتقدمة، والتي كانت بالأخص هي السبب في حدوث الأضرار الجسيمة في التغيرات المناخية للدول الإفريقية والنامية بشكل عام؟ أهلا بحضرتك وشكرا على الدعوة. أنا تابعت الحديث الحقيقة بتاع الأستاذة الغنية، وهو الكلام اللي قالته الحقيقة لا يزيد عن كونه حقيقة. وأنا أحب أقول لحضرتك أن التقرير الدولي السادس اللي تم إعلانه من حوالي 4 شهور من الأمم المتحدة من اللجنة الدولية للتغيرات المناخية، وأنا كان عندي شرف أن أنا شاركت فيه، كان فيه فصل كامل بيتكلم على الآثار التغيرات المناخية على قارة أفريقيا. وربما تكون دي أول مرة التقرير يتم تقسيمه إلى فصول، وكانت الفصول محددة وموجهة لبعض القارات أو الدول أو المناطق الأكثر تعرضاً للتغيرات المناخية. وطبعاً أفريقيا تأتي على القمة من هذه، لأن للأسف القارة الأفريقية من أكثر الأماكن جغرافياً تعرضاً للتغيرات المناخية، آثار التغيرات المناخية. في حين زي ما حضرتك تفضلتي القارة الأفريقية تشارك بنسبة بسيطة لا تتعدى 5% من الغازات الاحتباس الحراري. التقرير الدولي استعرض حاجات كتيرة جدا من اللي ممكن تحصل في القارة الأفريقية، على رأسها كان الفيضانات والعصير وجفاف الأرض، تأثر الزراعة بنسبة كبيرة، وحضرتك تعلمي أن الزراعة قطاع مهم جدا للقارة الأفريقية، ربما بيعدي 15% من الجي دي بي بتاعنا بتاع أفريقيا، ومصر تقريبا يعني تقل نسبة بسيطة من هذه النسبة اعتمادا على الزراعة. صحيح. الموارد المائية، أفريقيا فيها دول كتير جدا هتتعرض للفقر المائي بحلول 2050 ثم أشد في 2100. فطبعا الكلام كان له صدى كبير جدا على الأفارقة من ناحية العاطفية، وعلى الدول الغنية لأنها بدأت فعلا تنتبه إن قد إيه إن الدول النامية اللي معظمها موجود في أفريقيا هتتأثر. وللأسف الدول دي المرونة البيئية عندها ضعيفة، بمعنى أن قدرتهم على استيعاب الآثار السالبة وأنها تتخطى هذه الآثار سريعا قدرة بسيطة جدا، فده معناه أن الشعوب فعلا معرضة للدمار وللهلاك. المهم كان في الكوب 27 هذه المرحلة أن أفريقيا لم تكن تتكلم بلسان حالها فقط، ولكن الجديد أن دول العالم كلها بدأت تتكلم نيابة عن أفريقيا. صحيح. وطبعا حديث معالي الرئيس فخامة الرئيس أول يوم كان بيتكلم برضو باسم أفريقيا كلها، لأن فعلا الشعب الأفريقي نتيجة نقص الموارد المادية وكمان الاعتماد الشديد على الموارد البيئية، فلازم أن احنا نحاول نحافظ على هذه الشعوب من الدمار. نعم دكتور، العالم كله على يقين بأن القارة الإفريقية هي الأكثر ضررا، ما هي الأولويات التي ترينها لدعم القارة السمراء؟ والله أنا شايفة أن الأمور لازم تمشي في 3 محاور مهمة جدا. أولهم وعلى رأسهم الدعم المادي، لأن بدون الدعم المادي مش هنقدر نعمل المحاور الأخرى. لو قدرنا نوفر الدعم المادي اللي الدول أقرته في الكوب 26، وأتمنى في المرحلة الجديدة اللي احنا بنسميها مرحلة التنفيذ يتم بالفعل توزيع هذا الدعم المادي على الدول المستحقة، وربما يكون من الأفضل أنها تكون على الدول الأكثر استحقاقا ثم بالتوالي. الشيء الثاني ان كل دولة محتاجة تعمل لنفسها خطة استراتيجية تكون في الأساس معتمدة على مواجهة الآثار السالبة للتغيرات المناخية، وممكن تعتمد على التقرير الدولي اللي أصدرته الأمم المتحدة، لأنه بالفعل في كل الخلفيات العلمية وفي كتير جدا من الحلول. بعض الحلول دي حلول قائمة على الطبيعة، يعني واردة من الطبيعة، وفي حلول تانية للأسف هتبقى حلول هندسية محتاجة
دعم مادي. القطاع الثالث المهم جدا ان كل دوله محتاجه تعمل مرونه في القوانين والسياسات الداخليه بتاعتها بما يتواءم مع كل دوله. وفي النهايه لازم تكون هذه القوانين والسياسات رادعه وداعمه للمحاور كلها، ان لازم الانشطه تنفذ بشكل جاد، ولازم نبتدي نشتغل على عمليه التخفيف وتخفيض ثاني اكسيد الكربون، وفي نفس الوقت نعمل معالجه وتكيف للحالات اللي احنا اتاثرنا بها فعليا يعني. اذا كل هذه العوامل والمحاور التي ذكرتيها هي مهمه بالفعل وتكامليه، لكن اذا تحدثنا وبالمناسبه الحديث عن التمويل، هل يعني دكتور تعتقدي ان عامل التمويل بذاته يكفي لمواجهه هذا التغير المناخي والحد منه؟ هو لوحده لا يكفي، لان لازم تكون في اراده داخليه، ولكن بدونه مش هنقدر نعمل حاجه. خليني اقول ان على قمه الاحتياجات هي الدعم المادي. الدول لديها من العلم ولديها من الاجراءات ولديها من الخطط ما يمكن جدا انها تنقذ شعبها وتعمل حلول تكيفيه، ولكن ينقصنا الماده. لا اتحدث عن مصر بشكل خاص، ولكن صحيح. اتحدث على كل الدول الناميه. نعم. فأعتقد أن احنا لو توفر العامل المادي الإجراءات والحلول هتبقى متاحة للجميع. نعم، شهد العالم أو شهد العام عام 2022 كوارث عدة مرتبطة بالتغير المناخي، من فيضانات، موجات جفاف، ومنها بالدول الكبرى. ألا يعد ذلك حافزا لهذه الدول لاتخاذ خطوات أكثر فاعلية نحو العمل المناخي؟ أعتقد كلام حضرتك مظبوط جدا، لأن للأسف هو كمان الآثار التغيرات المناخية ما عندهاش، ما هيش سيلف سيلكشن، يعني مش بتختار، هي بتصيب العالم كله. زي ما حضرتك تفضلتي، كان في حرائق ذبات في أمريكا، كان في أستراليا، كان في فيضانات في إيطاليا، وكان يعني في كل مكان، كل الدول يطولها التأثير السالب للتغيرات المناخية. وأعتقد ده كان واضح جدا في الحديث اللي قاله جو بايدن رئيس أمريكا. هو يمكن دي أول مرة كلنا نسمعه وهو متضرر ومتعاون وبيعرض المساعدات. فأعتقد أن لا، يعني الكوب 27 أظهر أن العالم كله يمكن على كلمة واحدة، وهي إنقاذ البيئة، إنقاذ العالم، إنقاذ الكرة الأرضية بما فيها يعني. نعم، يعني بالقراءة لما حدث في كل الجلسات وعلى مدار هذه الأيام في مؤتمر المناخ كوب 27، يعني كيف تقرأين نتائج الحديث عن التمويل؟ والله يمكن معظم الجلسات اللي أنا حضرتها بالغالب بتبقى جلسات علمية، بكوني أنا ساينتست يعني، ما لكن كان كل محاضره حضرتها، يعني انا حضرت الايام اللي كانت مخصصه لتخفيض الكربون او ازاله الكربون، اليوم بتاع الموارد المائيه، اليوم بتاع منطقه البحوث البحر الابيض المتوسط، يوم افريقيا، اليوم اللي موجه للفود والاجريكلتشر او الغذاء والزراعه. كل الايام دي، الايام كان في ما لا يقل عن 350 محاضره. كل المحاضرات كانت بتبدأ بالنواحي العلمية والتقارير والنتائج، وكانت لا بد أن تنتهي بالحلول، وعلى قمة الحلول الدعم المادي. فمعنى أن كل المحاضرات تنتهي باهتمام أن الدعم المادي لازم يكون موجود، فأعتقد دي دلالة على أن الجميع يعني مؤمن بأن من غير الدعم المادي الدول لن تستطيع مواجهة التغيرات المناخية. فده بيديني أمل الحقيقة أن الجلسات النهائية تكون مبشرة، وتكون فعلا تدينا امل بان احنا بعد انتهاء الكوب نبدا في عمليه التنفيذ بالفعل يعني. نعم، احداث سياسيه عده تسببت فيما يشبه بالعوده خطوه الى الوراء حيال ملف الوقود الاحفوري، هل تعتقدي ان امل التخلي عنه ما زال ممكنا؟ هو الحقيقة لازم نعترف أن الاجتماع العلمي أو التجمع العالمي على موضوع التغيرات المناخية كان أفضل حالا قبل حرب روسيا وأوكرانيا. نعم. ويمكن الموضوع ده عمل شوية اهتزازة، لأن زي ما حضرتك عارفة الدول الأجنبية بالذات الدول الأوروبية وغيرها من الدول اللي عندها الشتاء صقيع ومعتمدة تماما على الطاقة في عمليات التدفئة، فعندهم تخوف أن لو نقص الطاقة من الجهات اللي بتجيبها وعلى رأسهم روسيا ممكن تأثر عليهم، فيمكن ده عمل اهتزازة شوية. ولكن اعتقد برضو ان بالنظر للرؤيه العالميه والتاثير اللي حاصل من التغيرات المناخيه هيخلي الجميع يتراجع، ممكن يتراجع عن ان احنا نفضل مستمرين في الفحص،
والدعوه اللي اطلقت اول هدف اطلق في الكوب 27 ان احنا نبدا في التخفيض التدريجي. احنا مش بنقول ان الناس الصبح توقف استخدامها للفحم او للوقود الاحفوري، ولكن خلينا نبتدي بالتدرج، يعني نقلل كل سنه جزء من استخدامنا بحلول 2050 2060، في بعض الدول قالت 2070. اتمنى ان القرارات النهائيه تكون لا تخرج عن هذا الحيز، لان احنا نوصل للصفر كربون. نعم، دكتور إلهام محمود، عضو لجنة التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، جزيل الشكر لك.